احنا بنعمل دراسه على مساهمه كره القدم في الدخل القومي الحقيقه مع معهد التخطيط القومي بشكل كبير جدا، واحنا مستهدفين الحقيقه الرياضه بتعمل في جي دي بي الحقيقه معدل النمو 1.3، فالحقيقه احنا نظرتنا مش بس يعني السناتر اوف سبورت او ان هي رياضه، لا احنا بنوصلها نظره كبيره جدا شموليه بتفتحها وارتباطها بالتعليم وارتباطها بالمنتج والدخل الاقتصادي. طيب والفرحه. انا عايز انسايت على ايه بقى؟ احنا شفنا المدينة الرياضية بتاعتنا اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، وشفنا ان احنا في عندنا حاجة عالمية بامتياز، حاجة كده تفرح، حاجة تشرف زي ما بيتقال. هل عندنا في الأجندة قريبا حدث عالمي نقدر نتكلم عنه من خلال المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية؟ بص يا استاذ يوسف، انا عايز بس استطرد واخرج شويه وبعدين ارجع تاني. قول. احنا فخورين جدا، وانا يعني على كرياضي وكمسؤول، بتهنئه فخامه الرئيس ودعمه ومسندته، سواء يعني تهنئته لفريق الزمالك بحصوله، وده اتعودنا عليه لكل الرياضيين، يعني دعم سيادته ومؤدته للرياضيين، والنهارده تهنئته للنادي الاهلي. احنا يعني بنشكر فخامه الرئيس وبنشكر دوله الوزراء الحقيقه على هذا الدعم لاولادهم وشبابهم، فيعني مش عارف اقول ايه لكن متشكر. الجانب الثاني، احنا بنتعامل الحقيقه احترافيا از مانجمنت يعني كاداره، فلما مصر تبني مدينه اولمبيه عالميه جديده، ده معناه ان لازم نفكر فيها في اسلوب الاداره، ولازم نفكر فيها في اسلوب العوائد اللي موجوده. وبالتالي يمكن فخامة الرئيس وجه وفكر معانا ان احنا طيب هل هناك شركات عالميه تدير علشان يكون نسبه التشغيل في الاحداث تكون يعني فيها استدامه وابتكار؟ ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. حلو. في ان في شركه عالميه، هذا المنشا الكبير 5 مليون متر مربع، فيه استاد واحد يعني من الاستادات العالميه 92.5 ألف كرسي. احنا استاد القاهره يعني بعد الساعة الأمنية حوالي 62، لما بتقول ساعة الكراسي كلها حوالي 70، إنما 92.5 ألف ده يعني حاجة كبيرة جدا بالتكنولوجيا الحديثة مع استادات أخرى داخل المدينة العالمية الرياضية، فبالتالي استخدامها بشكل متعدد بنقول عليها مالتي بيربز يوزز، يعني نقدر نعمل حفلات طبعا في كل الاتجاهات، نسبة الإشغال تكون سنوية لا تقل عن 70%، زائد اضافه الى تدريب المنتخبات، استضافه الاحداث. اكيد احنا هيكون عندنا اجنده كبيره لكن هنديرها بشكل محترف، وده اللي احنا بنعده دلوقتي.